بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تنقهر وأما السائل فلا تنهر لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك. وإن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا بالحج يأتوك رجالا.
خلقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله 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 أكبر. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم عدنا يا رب يا رب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم تجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها.
وكأي من نبي قاتل وكائب من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبي وما أدريك ما العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا مسغبة أخي الشرفان
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إن بكلمات ربها
وكانت من القانتين. Yeah.
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يا الله. وخلق Thank you.
قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وما سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم يا الله العظيم الفاتحة.